مرحبا ابتسام، مرة أخرى من هيئة الانتخابات. يعني الحديث هذه المرة عن بقية إيداع الملفات، بقية المترشحين. قبل قليل كان هنا رئيس حركة عزيمون العيش الزمالي وقدم ملف ترشحه رسميا للانتخابات القادمة، يعني أخذوا معه فترة ليتثبت من التزكيات. هو الملف كاملا بالنسبة للعيش الزمالي، يعني أحضر كل الوثائق المطلوبة بما فيها عدد التزكيات، وقال إنه العدد يفوق 10,000 تزكية التي يعني يطلبها القانون والتي يعني المفروضة في قانون الانتخابات، وهو تجاوز هذا العدد بأكثر بكثير. يعني في حديثه المقتضب للصحافة تحدث العيس الزمال عن رؤية أخرى، يعني شعار حملته الانتخابية نقلبوا الصفحة تحدث عن رؤية أخرى لتونس، تونس التي قال إنها تتسع للجميع دون أي إقصاء، دون هدم، والبناء على كل ما هو جيد في تونس، والذهاب نحو الاعتناء بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، والابتعاد عن يعني كل التجاذبات السياسية. حوار يجمع يعني فيه الجميع، وسيكون رجل توافقي إذا ما وصل إلى رئاسة الجمهورية، وسيكون هناك حوار بين مختلف الفرقاء السياسيين، تجاوز كل هذه الإشكاليات الموجودة الآن والأزمات التي تعيشها تونس حسب قوله، دون إقصاء أي طرف، لا يمين ولا يسار، وسيكون الحوار هو أساس المرحلة القادمة إذا ما وصل إلى منصب رئيس الجمهورية. هذا الملف وهذا الإيداع اليوم هو الإيداع الثاني بعد إيداع رئيس الجمهورية قيس سعيد ملفه صباح اليوم، وهو أيضا ملف مكتمل. يكون عدد الملفات التي تم إيداعها في ثامن يوم من بدأ يعني تاريخ إيداع الملفات 6 ملفات، منها 3 ملفات مكتملة، هي ملف ليلى الهمامي وعياش الزمال وقيس سعيد، في انتظار أنه يعني وصول بقية المترشحين المحتملين الذين علمنا أنه بعضهم يصل هذا المساء، والبعض الآخر سيكون يوم غد، لأنه ما زال في انتظار البطاقة عدد 3. فيما يخص البطاقة 3، بعض المترشحين بدأت أيضا يعني وزارة الداخلية بالاتصال بهم لإعلامهم بأنه يتعذر عليها مدهم بهذه البطاقة. يعني هناك أسماء نتأكد من أنه المرشح كريم الغربي أنه اتصلت به أو يعني تواصلت معه الجهات المعنية وأعلمته كتابيا بأنه يتعذر عليها تسليمه البطاقة عدد 3. وأيضا هناك مترشح آخر وهو في الخارج يتحدثون أنه أيضا تم إرسال له مثل تلك يعني الوثيقة بأنه يتعذر يعني عليهم تمكينه من الوثيقة المطلوبة، وبالتالي رسميا يمكن القول بأنه كريم الغربي لن يتحصل على الوثيقة عدد 3. طبعا احنا كنا في سؤالنا نرجع لصباح اليوم، يعني الرئيس تحدث أنه لا توجد أي نوع من التضييقات على المترشحين، وأنه هنا بصفته مرشح لرئاسي يعني مرتقب وليس بصفته رئيس الجمهورية، وأنه يعني لا توجد تضييق لا على الحريات ولا على بقية المترشحين، وأن كل من يتحدث عن تضييقات فيما يخص التزكيات أو فيما يخص البطاقة 3 هي من قبيل الهرع. فقط سعيد منعرش، كان عندك المعلومة بخصوص التعذر عن تسليم عدد من ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية البطاقة عدد 3، وتم عليهم منعرش كان فما سبب أو أوضح سبب وإلى ليه حسب المعطيات طبعا المتوفرة عندك حاليا. يعني يبدو أنه في إطار المرشحين الذين لديهم شكايات أو لديهم قضايا جارية، وأنه يتعين عليهم أولا أخذها هنا في تونس، خاصة الذين هم خارج حدود الوطن، وبالتالي فإنه هناك استكمال لبعض الوثائق. ويعني كدوريم مثلا تحصل انه في تحدث انه في السابق كان يتحصل عليه في ظرف اسبوع ولا توجد لديه اي اشكاليه، ولكن القضايا الجديده الجاريه والقضيه التي يعني ربما سجن فيها 3 أو 4 من يجمعون التزكيات له في جهة الشمال الغربي، وتم الحكم عليهم بسجن بين 2 و4 سنوات بناء على الفصل 161 و163 من القانون الانتخابي. يبدو أنه المرشح يحرم آليا من مواصلة يعني تجميع ملفه أو حتى تقديم ملفه للترشح للانتخابات.